بتودى بتودى ايه ده يا شيخ قطار وجمع عزيزي؟ اجمع على ايه يا حبيب الوكيل؟ بنت انا خافت قطع شان بوليك المرة الثانية بقول لك ايه ده يا شيخ قطار؟ اهلا وسهلا يا حبيب الوكيل، بنت موجودة عايشة وربنا يديها طول العمر. عظيم، هي فين؟ موجودة وانا هبعت اجيبها لكم بنفسي، لكن ما بقى عشان اي حد يقول عنها كلمة سوء. لا ما تعيش نفسك انت، قول لنا هي فين واحنا نلعب نجيبها. لا انا هبعت اجيبها بنفسي. تبعتها فين؟ مطرح ما هي موجودة، بس الاول اتحدث مع والدي وبعدين اشيع اجيبها. ليه؟ اشمعنى يعني؟ يا حضرة الوكيل، انتوا مش ليكم عليا ابعت اجيب بنتي. خلاص انا هبعت اجيبها. طيب بنتك اللي مجني عليها الورده؟ بنتي مش مجني عليها، صدقوني يا خلق. مصدقينك يا شيخ بدار. انا قصدي اسالك، بنتك ولد بدار اختفت من هنا؟ بنتي ما اختفتش يا حضرة الوكيل. بلاش ما تزعلش، سافرت مطرح ما هي موجوده. امتى؟ من 3 شهور دلوقتي. عظيم، انت شفتها خلال ال3 شهور دول؟ لا. مين شافها؟ طب هي عايشه مع مين؟ انا ما هجاوبش على سؤالاتك الا بعد ما قال ولدي. طب عندك شهود على انها موجوده؟ ده كان ياسين ولد اخويا الله يرحمه. هنسأل الله يرحمه؟ في حد تاني؟ موجود، بس أنا ما بقولش عليه إلا بعد ما قال لولدي. طب هو فين ولدك ده؟ في مصر. بيعمل إيه في مصر؟ بيدور على أخته. إيه؟ يعني إيه؟ أصل ما خبرش يا ويل، أنا ما رضيتش أقول له. طيب عربي، ايه رايك كلام الشيخ بدار؟ سعادة الوكيل، انا اللي سابق حطيت سؤالاتي قدام سعادتك. الحكايه بقى مثلا عن الشمس، اخونا انا عارف عقليتها تمام، وده كان في نفس الوقت اللي قال عليه التطبيب الشرعي، عشان كده قال بلوني في جواز زي ما قلت لسعادتك. طيب يا عربي، طيب ولا كلمه يا شيخ بدار. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بقى طب انت زملاء يا مش خطاب، ما دام اخوك اصلا عارف الموضوع ده، ما دام مش عايز ولا كلمه. حاضر يا سعاده الوكيل. اكتب يا فندي، اجرينا مواجهه بين كل من العربي الغريب وبدار بدار الغواري، واصر كل منهما على اقوالي. امد هنا يا عرب. تمضي يا شيخ بدار ولا تختم؟ نأمر بضبط وإحضار المدعو بدري بدار. لا لا، أنا هقول كل حاجة، ما حسبتهاش ولدي، هقول كل حاجة، هقول. أمس الشيخ بدار، أنت مصدق الحديد ده؟ أقول لي يا عاد، أنا مملككم غني. استنى على بس، في انت التاني؟ وين محمد الشيخ بدار دلوقتي؟ في المستشفى الميري فرقة النقد بين الموت والحياة. هو مش قال ان عنده شهود وورد حية؟ ايوه، لكنه ما قدرش ينطق بعد النقطة اللي نزلت عليه بعيد عن السامعين. ربنا ياخذ بيده والحاج يبان. يمكن والحاج السهم بقى نعمة. انت مش هتروح يا علوان؟ اروح لوين؟ المستشفى. احنا نأمن الوكيل وولد وخيل ومباحث وراه ونسيب الله يرحمه عاد. دورتك عمي وكبيرنا ولد عمي. ما هو دبور قاعد معاه، ما رضيش يهملها. ولا فكر خير دبور؟
انا كيف ما اقول لك يا رجاله؟ الواجب واجب برضك. احنا لازم نروح نشوف المستشفى. ما نهملوش حالك ده، ولد وغايب والمباحث براه. وبعدين الحق ولده طلع راجل وغسل العار. لكن برضك هو ضحك علينا ورعنا. ما كفاك عاد يا عربي. واه يا عيوان، اديني كفات خشمي. ايه قلت يا رجاله؟ واه انتوا تخسوا عاد ودي. انا رايح له الحالي. قلنا يا مقلوقة، طب نفرض لك ايش نعمل حسابنا بطلك؟ بافعك مات الشيخ بطال مات يا ضغطي. ادي السؤال هنا في المستشفى طبعا النهارده. طب بالظبط هو خرج من كده من المدرسه فين؟ انا سطرته جربته. ايه؟ هو ربعني. تعال وراي. يا ساعة تبيع ايه؟ احنا ناس عندنا ولاية مع عكيسة بنتك في الفطور ومش في طبع يا شيخ. ايه؟ وثلاثة بالله العظيم زي ما بقول لسعادتك كتير. وانا ثلاثة بالله العظيم ثلاثة. ما انا فاهم حاجة من كل اللي انت قلته. انت ده انت بتتكلم ايه؟ هرموني ليه بس يا سعادة ليه؟ ما هو الكلام اللي انت بتقوله ده حتى لو كتب في المحضر مش هيبقى مفهوم. لله الامر يا بيه، بس انا قلت لسعادتك على الحقيقه. اسمع انا مش مخبي عليك، انا فعلا حاسس بصدق في كلامك. تشكر يا بيه، وكمان حاسس انك متعلم يا بيه. ده انا معايا بكالوريوس زراعه من جامعه اسيوط. بكالوريوس حته واحده؟ ايوه يا بيه. امال عامل في نفسك ده ليه؟ عامل ايه يا بيه لا سمح الله؟ قصدك يعني علشان الجلابيه وشال العمه؟ يا بيه ده سلو بلدنا، ولا نص صغير ده كبير هوارة. كبير ايه؟ هنرجع تاني للكلام اللي مش مفهوم. عموما كل واحد عقله مريحه. اسمع. ايوه يا بيه. انا هسيبك من هنا على مسؤوليتي الخاصة. تشكر يا سعادتي بيه. بس على شرط. امر يا بيه. تاخد بعضك من هنا على بلدك ومعدل، لا تبص يمين ولا شمال. فاهم؟ فاهم يا بيه. فاهم. السلام عليكم. مع السلامة. ولسه يا ما هيرد علينا في الاسم ده. اظن بقى وديتني مسألة محتاجة احتفال صغير. لا صغير ولا كبير. احنا يا دوب مرتب البعثة بيأكلنا عيش حياة. يا ستي مثلا بيقول لي كذا في البلد جاي يتكلم في الغيب. اشتغل يا قتيلة. هم مش وعدوا بان انا الحوار ده. وعدوني يا حبيبي وعد مش اكتر من وعد. لا ده ظهر ما فيش حاجه بقى. الانجليز دول يقولوا حاجه يعملوها على طول، وبعدين الناس اللي مزكيكي الاستاذ بتاعي جلال القدر. طيب تبقى العمليه بقى محتاجه شويه بحاح بحاحها بقى وديتي عشان خاطري. مسكتني بقى من ايدي اللي بتوجعني.